نعم، صباح النور. اليوم غادي نديرو بوراك تركي سهل بزاف وما كياخدش منا الوقت كتير. شنو فيه؟ وبنين بطبيعة الحال. فيه جبنة نتاع الفتة اللي تقدو تعوضوها بالجبن، فيه جوج نتاع البيضات، فيه كاس نتاع الحليب. الكاس باش عبرت الحليب غادي نعبر به كل شيء. فيه كاس نتاع الماء الغازي. الماء الغازي يعني في المغرب والمس، او لا تقدو ديروا الماء العادي حتى هو ماشي مشكل. فيه شويه نتاع الملحه. البنات ما نكتروش الملحه، حيت انا هذا الجبن اللي عندي نتاع البوراك، هذا جبن نتاع تركيا، فرماج نتاع تركيا، هو اصلا مالح يعني. واصلا في المغرب الا بغيتي تعوضوه، يا كتعوضوه بالجبن يا غادي تعوضوه بالفرماج الفيتا. وعندي فيه نص كاس نتاع الزيت، وبيان سور غادي نحتاجو اليوفكا اللي هي الورقه في المغرب اللي كنقولوا لها الورقه نتاع بسطيله. كنوجدوه بالنسبه لكم شفتوا انا الورقه اللي جبت راها ما طوعتنيش مزيان. الورقه اللي جبت ما كانتش زوينه نهائيا. اقبح ورقه جبتها هذه المره باش صاوبت هذه اليوفكه، اقبح يوفكه جبتها باش صاوبت هذه المره هذا البوراك. مي فاش كتكون عندكم نتوما بالنسبه للمغرب عندكم الورقه طريه وزوينه،
راها كتبعكم بسهوله بسهوله. انا غادي نوريكم الطريقه بكلينيكس، حيت انا راكم كي شفتوا ما عاونتنيش ابدا الورقه باش نخدم بها. ها انتما كتحطوا بحال هكا الورقه بحال هكا، وفاش كديريو الفروماج كتبقاو تمشيو كديروا لها ها 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 بحال هكا كتجي، وكتحطها في الصينيه كتست فيها في لاطان تاعك بحال هكا. نعاود نوريكم انا ابدا هاد الورقه هاد اليوفكه هادي والو ما عاونتنيش، بارده كي شفتو كتقطع قاص هكا غليظه ما عاونتنيش كاع في خطره. ها انتما كتحطي الورقه بحال هكا، الورقه نتاعك نتاع بسطيله، ديري الفرماج وتمشي كديري هكا 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 غير هكا غير بيديك بهاد الصبعان هادو كتجمعي كتجيك بحال هكا، وكتست فيها بالطول كي ستفتها انا في اللاطه، وتكبي فوقها لاصوص. غادي نكونوا مسخنين مسخنه الفران على 180 درجه. نتوما البنات اللي في المغرب اللي ما عندكمش الفران تاع الضو، يعني الا كان عندكم الفران العادي يعني كتسخنوه ميديوم، الفران هكا متوسط كيكون متوسط ماشي سخون بزاف ماشي بارد بزاف، متوسط كتدخلوهم حتى كيتحمر وتتخرجوه من الفران وتشوفوا الشكل النهائي معايا من بعد. فاش كتكون عندكم الورقه زوينه راه كيجي الديكور نتاعو احسن. انا كي قلت لكم اليوفكا اليوم كانت عندي خايبه تجربه خايبه مع اليوفكا اليوم، مي راه الا كانت عندكم الورقه زوينه راه كيجي في المنظر نتاعو زوين. انا غادي نقطعو ونوريكم كيفاش كيجي. مازال سخون كيجي بحال هكا، ديرو هنايا كيجي بحال هكا. تقدو تقدموه مع شويه نتاع الخيار مقطع شويه نتاع مطيشه كيجي رائع. كنتمنى